Assalamualaikum. اهلا وسهلا، عرفنا بنفسك بايجاز. شو اكثر عملية تجميل مشهورة في مستشفى اوا؟ في مستشفى اوا اكثر عملية مشهورة هي شد الصدر وازالة الدهون من الوجه. وطفا راح تريكم صور قبل وبعد عملية. هذه صور قبل وبعد عملية إزالة الدهون من الوجه، وقاموا أيضا بشد الوجه لإزالة الترهل، وهذا قام بعملية إزالة الدهون من الوجه. وهذه تكلفة عملية شد الصدر من 10,000 تقريبا 10,000 دولار إلى 13,000 دولار. أما بالنسبة لقيمة عملية إزالة الدهون من الوجه فهي من 600 دولار. مستشفى أيضا مشهور بعملية الصدر، ولكن من الصعب عرض الصور قبل وبعد، لهذا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب من أجل المساعدة. وإذا لديكم أي سؤال آخر عن العمليات تواصلوا معنا عبر الواتساب.